اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بيك. الفريق الخماسي يتكون من دكتور محمد الباز ومن ايضا؟ ايوه نعمل ايه بالفريق الخماسي؟ تعملوا فريق كوره، تشتغلوا مع بعض، فريق عمل للصحافه يعني؟ الصحافه والاعلام، خمس شخصيات وحضرتك منهم. خلينا نقول سؤال تاني، يعني مين هم الخمسه الكبار عندي في الصحافه المصريه في مين؟ في تاريخها يعني؟ ترى مين هم الخمسه؟ يعني انا الاستاذ والمعلم الاول الاستاذ صلاح حافظ في روزا اليوسف، ده عبقري الصحافه المصريه بلا 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 استثناء يعني بشكل مطلق. الاستاذ موسى صبري ده اللي هو معلم صحافه زي ما بيقولوا، أسطى صحافه بشكل اساسي. دول من اللي هو ناس ممكن ما تبقاش واخده بالهم من دورهم الصحفي. أيوة. يعني مصطفى امين يعني هو ايه، عارف على طريقه اليونان كده، ده إله الصحافه في مصر. مصطفى امين كصحافه. أيوة. كلمش على المواقف وكلمش على السياسه وكلمش على، انا بتكلم على المهنه مفهوم. اللي هي اللي هم ايه الورشجيه بتوع المهنه يعني اللي عملوها. ف مصطفى امين والاستاذ عادل كده يبقوا أربعة. مش كده؟ والأستاذ سناء البيسي. طب أنت هربت من السؤال. أنهو؟ أنا عايزة خمسة حاليين. حضرتك وأستاذ عادل حمودة. كويس. مين التلاتة الباقيين اللي موجودين دلوقتي؟ مصطفى عمار. بيشتغل معايا يعني. هو رئيس تحرير الوطن. وهو صديق عزيز وعشرة عمر واشتغلنا مع بعض كتير. عندي مين الشباب اللي شغالين معايا؟ عندي الدكتور عيد، ده امين سري يعني اللي هو الاشراف الفني في الجورنان. أيوة. موجود دلوقتي. ومن الشباب معايا برضو محمود شهاوي. ما اخترتش عمرو اديب ليه؟ ما اخترتش ابراهيم عيسى ليه؟ لا انت بتقولي فريق نعمل فريق اعلامي صحفي. لا مش ما ينفعش اشتغل مع عمرو. لكنك هاجمت الاعلامي عمرو اديب بشكل كبير جدا وقلت عليه حنجره ماجوره. او ده توصيف دقيق يعني، ما توصيف دقيق جدا. وهنا زي ما بقول لك الخلاف مش مع الشخص، هو اختلاف مع الاداء يعني. والتجربه اثبتت انه هو حنجره ماجوره يعني. يعني تنهب يا لو يوطى حسب المدفوع يعني.